تحرق لي بلا صراحه. انا الاول في هذه القضيه تنقرف ان قال لك خاصو الورد ديالو بالنسبه للاخ ديالي سي محمد اللي قال لك خاصو الارث ديالو. هذا الارث ما عندنا حنا حتى شي ارث. الارث ديال الام ديالنا البلاد في الاسم ديال الامنا، وحتى هو يحسبها الام ديالو الا تنعرف انا خصها يحسبها امه. وامي ما عمرها شي نهار قالت له ان سي محمد ما كتسالش هادشي، تيقولوا غير هو من التالي تيقولوا هو. انا عمري ما عمر سمعت امي شي نهار قالت لك خوكم ما تعطيوهاش ما كيسالش، حيت نتوما ولادي هو ماشي ولدي. عمرها دائما تتقول لي التقليد على رقبتك، وقلتها لي شحال من مره اطونسيون محمد خليوه بلا حق. شدتني شحال من مره قالت لي فرقه، انا اللي ما بغيتش نفرق لي بلا صراحه. انا الاول في هذه القضيه قلت لها امي محدك بالحياه راني ما غنفرقش انا البلاد. عمر بلاد بنت طريس بنت طيب وانت هي باقه في الحياه ما غاديش تفرق ابدا. كولي وشربي كل شيء راه واكل الحمد لله. اللي ما عنده القليل اللي ما عنده الكثير عنده القليل. الناس راه عايشه بلادك هذه كريم منها، صغب اللي عجبك حنا تنبقاو يدينا مرفوعه عليك. ما عندناش غرض داكشي ديال الورد. خويا ناض كيقول لك خصو الورد ديالو، لكن الورد امي ما بغاتش ما فرقاش البلاد. اللي غادي تقول لك خلات لك حقك، اللي غادي نقولوا دات له حق وعطاتنا حنا وخلاتوه وما عطات حتى لواحد، البلاد باقي بلاصتها. نهار يخطا وجهها الله يطول عمرها اخويا يجيه الضرب. راني قسمت بالله وتنعاود اقسم بالله علي عز وجل ثم ثلاث مرات ان محمد الا ما عطاوش حقه انا تنسلم في حقي ليه. يكفي هذا؟ واش يكفي هذا ولا ما يكفيش؟ انا تنشهد المغاربه والعالم كله حتى سميتو يعني حتى القانون نشهدوا عليا انا حقي تنسلمو له الا ما خداش محمد حقه. الا ما كانش حقه غياخذو راه حقي انا بالقانون ياخذو. انا تنشهد بها حقي يديه هو، انا نخرج بلاش.